حد يقول طب قتلوه ليه؟ تمام. أصله هو كان هيمسك الأسماء بتاعة أفراد التنظيم السري المسلح ده ويروح يسلمها للحكومة المصرية. يبقى كده أنت خنت، يبقى كده أنت على وشك أن أنت الناس بتوعك اللي في التنظيم السري في إطار منظومة البيعة الخاصة يبقى أنت خالفت العقد. وطالما أنت خالفت العقد فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. يبقى نقتلك. عشان كده قتلوا حسن البنا. سيد فايز ده كان مسؤول التنظيم الخاص في القاهرة، وحصل خلاف في التنظيم الخاص بعد موت حسن البنا. أيوة. مين اللي يبقى المرشد بتاع الجماعة؟ نعم. عبد الرحمن السندي كان عايز يبقى المرشد. جه تولى حسن الغضيبي بعد سنتين من موت حسن البنا، تولى موقع المرشد العام. فحاول يستقطب مجموعة النظام الخاص كلها ويجيبها عنده. فنجح في استقطاب سيد فايز. تمام. وجابه عنده. عبد الرحمن السندي ومن معه غضبوا من الحكاية دي، غضبوا من ان سيد فايز كده خالف البيعة اللي هو كان بيعها لعبد الرحمن السندي. انت يا سيد يا فايز بيعت عبد الرحمن السندي، فسبت البيعة بتاعته ورحت ترمي نفسك في حضن حسن الغضيبي. يبقى انت خنت، يبقى لازم تتقتل. يبقى تتحط له سنة 53 علبة حلاوة المولد في مناسبة مولد النبي. تمام. وتروح العلبة دي إلى منزله علشان لما يفتح هو ووالدته علبة حلاوة المولد تنفجر قنبلة مفخخة ويموت هو وأمه، وتتهد حيطة تقع على بنت صغيرة في الشارع في منطقة أحمد سعيد. أيوة. بالقرب من العباسية، تموت البنت الصغيرة اللي في الشارع. هم عملوا كده ويقولوا اللي بيموت في الحالة دي يبعث على ما مات عليه. أيوة. يعني الناس العادية اللي في الشوارع. أيوة. يبعث على ما يعني برضو من المستهدف لما يكون في حد في الشارع متظاهر في الشارع خارج ويضرب بالرصاص حتى ولو كان منهم. نعم. وانا قلت الكلام ده كتير من بعد 25 يناير وصوتي اتنبح. صحيح. في الحكاية دي اللي صحيح. بينزلوا بيبقوا مستهدفين. يا جماعة احنا قلنا مين اللي قتل، مين اللي قتل المتظاهرين اللي كانوا بعد 25 يناير في ميدان التحرير؟ قعدت اقول انه الاخوان وبيبقوا متقسمين في الميدان بطريقه معينه ومربعات معينه. الشخص اللي من الاخوان وطالع ده بيبقوا عارف هو في انهي مربع. اللي خارج نطاق المربعات بتاعتهم دول بيبقوا متعاطفين او جايين او متظاهرين غاضبين او ما الى ذلك. دول اللي يتوجه ليهم الرصاص. لذلك لم تسجل الاحداث ابدا. صحيح. واحد من الاخوان منظم في الاخوان اتقتل في ميدان التحرير بعد 25 يناير. أي. يقوم ربنا، لانه ان الله لا يصلح عمل المفسدين، مش ربنا قال كده؟ عمل المفسدين ينبغي ان يكشف. ده انا لو احكي لك سلسله ان ربنا بيكشفهم ازاي. أي. المشاهد هيستعجب جدا. يد الله معنا فعلا. يد الله مع مصر. يطلع اسامه ياسين اللي هم خلوه بعد كده وزير شباب. صحيح. ويقول مع احمد منصور وهو يعني نافخ نفسه وفرحان. الفرقه 95 كانت هي فوق اسطح بنايات ميدان التحرير. طب ليه يحاول ان يبرر؟ يقول عشان محدش محتاجين نفكر الناس ونذيع الحاجات دي يا جماعه. الحاجات دي علشان اللي جاي خطر جدا يعني، فمحتاجين نفكر الناس يعني. لا لازم كل واحد يعني.